من اهم الحاجات اللي حابين وكان لازم نتكلم عنها حلقه الدحيح عن ام كلثوم. حلقه الدحيح عن ام كلثوم وخاصه حفلتها في باريس كانت حلقه رائعه. التفاصيل اللي فيها خلتنا نتعلم حاجات كتير، في ناس كتير ما كانوش عارفين ادق التفاصيل عن الحلقه. يعني الحلقه كلها كانت بتتكلم عن الخمس ساعات اللي قضيتهم ام كلثوم على خشبه المسرح في فرنسا وفي باريس بالذات، ومن اول ما اتفقوا معاها لغايه ما خلصت الحفله. تفاصيل صغيره ولكن ان تدل على ان هي فعلا تستحق لقب كوكب الشرق. طبعا رواد السوشيال ميديا وناس كتير من الاجيال الجديده ما كانتش تعرف الكواليس. اهم شيء في القصه دي الكواليس اللي حكاها احمد الغندور او الدحيح، واللي بتقول رسائل مهمه جدا وبتقول معاني كتيره جدا وبتقول قيم مهمه جدا وباداء رائع جدا من احمد الغندور. والاول مره بنشوف الكم ده على السوشيال ميديا من الناس باختلاف الفئات والمستويات الاجتماعيه والاعمار بيتفقوا على حاجه واحده بالشكل ده، وهي ان ام كلثوم كانت وما زالت سيده الشرق وكانت وما زالت اسطوره وستبقى اسطوره. طبعا الحفله دي كانت بتاكد او بتعرف دورها الوطني، واللي ما يعرفش عارف من خلال الحلقه دي قد ايه هي قدمت لبلدها الكتير. وطول الوقت احنا محتاجين حد يفكرنا، وطول الوقت بنشوف كواليس مهمه. الكواليس، وبحيي الناس اللي كتبت لاحمد الغندور الحلقه دي لانهم ما سابوش تفصيله واتكتبت بمشاعر عظيمه، اتكلموا عن المشاعر واللحظات الانسانيه، ما ركزوش على ان ام كلثوم اعظم مطربه وخلاص، لا هي اعظم مطربه في العالم، وكمان قوه تاثيرها وازاي قدرت تستخدم ده في انها توصل للعالم على رغم اختلاف اللغه. نجحت في ان هم يفهموا مشاعرها واحاسيسها حتى لو مش فاهمين اللغه. الحلقه كمان ركزت على تفاصيل الكواليس بكل ما فيها سنه 67 واللي كانت هي موجوده في فرنسا، وازاي الناس البسطاء العمال البسطاء العرب ضحوا باجورهم علشان يشوفوا ام كلثوم، وازاي الناس كان في ناس واقفه بالخمس ساعات وهم ما حسوش بلحظه ملل، بالعكس كانوا في حاله من السلطنه وفي حاله من كانهم طايرين في السماء. انت عارفه انا بشوف ان عظمه الحفله دي بغض النظر بقى عن حلقه الدحيح، وبرافو عليك انت يعني احمد غندور، انت يعني دايما مختلف ودايما بتركز على حاجات ايجابيه جدا، وده المفروض اي حد في مجال السوشيال ميديا يكون قريب من هذا الشخص العاقل كده اللي بيذاكر الدحيح حقيقي. اكتر حاجه انا كشخص انا ما حضرتش الوقت ده، لكن اللي اتعلمت منه حاجه مهمه جدا، ان لو كان عندنا الكثير من شخصيه ام كلثوم كنا أصبحنا سفراء للفن في العالم كله وبجدارة بدون أي مجهود. ست زي الست كل أم كلثوم لما تقف على خشبة المسرح تغني خمس ساعات، والخمس ساعات كل الحاضرين ممكن يكونوا معظمهم يعني بيعرفوا عربي فاهمينها بيقولوا، بس في جزء كبير منهم فرنساويين مش بيعرفوا اللغة العربية، وتؤثرهم لمدة خمس ساعات بغناء وموسيقى وكلمات شيء يعني الصحافة هناك سموها الملكة تقريبا أو حاجة كده، قالوا عليها إن هي أحسن مطربة في الدنيا وواحد من أشهر الفنانين وقتها، كان اسمه جيرار دي باريو ديو، انا بلا افقه الفرنسيه معلش. الراجل ده قال انا تم يعني انا في اليوم ده او في الليله دي انا كاني مسحور من قوه الصوت، مسحور من قوه الاداء، من الشخصيه. انا كمان حضرت حاجات كتير، مقاطع يمكن اتعملت في فرنسا حوار مع الست ام كلثوم في الوقت ده. اكتر حاجه كنت اقول ايه يعني ست ام كلثوم هذا الكم من الخجل،
كانت بتتكسف انها تتكلم مع انها كانت تتقن اللغه الفرنسيه، كانت بتتكسف ان هي يعني عارفه انت زمان دلوقتي تحسي ان النجوم نازلين، انا جيت. لا هي ما كانتش كده، قمه التواضع، لان انت كل ما كنت قمه الموهبه فمؤكد المقابل بيكون قمه التواضع. الوصف اللي وصفوه لها الصحف الفرنسيه هو وصف يمكن دقيق، المعجزه. ايوه المعجزه. المعجزه، واستقبلوها استقبال حافل، والصحفيين كانوا مستنينا في المطار، والكاميرات، الناس. انت عارفه اخذت كام في الحفله دي؟ أخذت 14,000 جنيه استرليني. 14,000 جنيه استرليني ده كان اغلى مطرب في العالم ياخد هذا المبلغ في هذا المسرح. اخذته السيده ام كلثوم لاول مره، ولما اتسالت صاحب الحفله او يعني المتعهد بتاع الحفله، حضرتك هتقدمي ايه؟ قالت له انا هغني ثلاث حفلات. المفارقه هو بيحكي بيقول ثلاث اغاني. قال لك انا هدفع 14,000 جنيه استرليني عشان ثلاث اغاني. طلعت طبعا هو ما كانش يعرف ان الثلاث اغاني بخمس ساعات غنى على خشبه المسرح. دي السيده ام كلثوم. وفي الاخر خالص كل ده كانت بتعمله ليه؟ للمجهود الحربي لمصر. فكرة ان الفنان يبقى امتداد لبلده، فكرة الفنان انه يبقى محافظ على هويته وقوته وحبه لبلده بدون التعامل مع اشخاص هي بتحب مصر، بتعشق تراب مصر، هي رايحة عشان المجهود الحربي لجنود مصر. الفكرة دي هو ده اللي بيزيد من قيمة السيدة ام كلثوم. عشان كده هتفضل طول العمر بعد ما احنا نموت، ولو احنا ناس تانيين جم واتحط الدنيا واتقلبت الدنيا، هتفضل كوكب الشرق واحد هي السيدة ام كلثوم للمواقف اللي زي دي، للعظمة اللي زي دي. المعجزة ام كلثوم، والمعجزة انك توصل صوتك لناس مش فاهمة لغتك ومش حاسة بمشاعرك، والمعجزة والمعدن الحقيقي والقيمة الحقيقية ان هي بتعمل ده علشان مصر، عشان المصرية والقوات المسلحة المصرية. لما في الحلقة قال احمد الغندور حاجة مهمة جدا، ان البلد خارج من هزيمة، فمش مصر اللي منهزمة، العالم العربي كله كان منهزم بهزيمة مصر، لكن مع ذلك الست دي خلتهم يحسوا بالقوة وبأنهم منتصرين وبأنهم يقدروا، فإدت قوة إيجابية كبيرة جدا جدا لكل العرب. فإزاي هذا الشعب العربي المهزوم يتحول مع أم كلثوم إلى منتصر وإلى قوي وإلى إحساس، ولما تقول أعطيني حريتي أطلق يدي يبقى كل المسرح بيقوم وبيسقف، وحالة رائعة من الأحاسيس والمشاعر. مفيش كده لا في الشخصية لا في الدقة لا في الإحساس القومي بعروبتها وبمصريتها ولا في عظمة لبسها. ولما قررت انها تتصور، لما راحت فرنسا طلبوا منها تحبي تتصوري فين؟ قررت انها تتصور قدام المسلة المصرية. واعتقد ان كتير ان ناس حضروا هذا الحوار. لما سالتها المذيعه تحبي تتصوري فين في فرنسا، ايه المناطق اللي تحبيها في فرنسا، بمنتهى الذكاء باين في عينيها قالت احب اتصور قدام المسله المصريه. كان ليها وقار، كان ليها حضور، كانت متعلمه ومثقفه، وكانت عارفه ازاي تقدر تروح توصل رساله مصر والوطن العربي بخمس ساعات من الغناء المتواصل. ده بالنسبه لحلقه الدعم. وكمان هي لما اتسالت ايه احلى حاجه في فرنسا، قالت المسله علشان مصريه، وكانت بتقول انا عايزه اروح. يعني هي لم انبهرت بفرنسا، هي جايه منبهره ببلدها، لا منبهره بعروبتها، وعايزه تقدم رساله وتجمع المبلغ اللي هي كانت عايزه تجمعه، وجمعت ما هو اكتر منه، وحصدت ما هو اكبر، وهو حب الناس واحترام الناس للشعب العربي، للغناء العربي، للفنان العربي، لدرجه هم ما كانوش متخيلين ان يعني ايه مطربه تغني لبعد منتصف الليل. ودي كان من ضمن المنشطات في الصحف عندهم. ام كلثوم ستبقى الحاضره الحاضره رغم الغياب. رحم الله ام كلثوم. واتمنى من كل فنانينا ان هم يتعاملوا مع
فنهم ورسالتهم بنفس الاحترام وبنفس القيمة اللي اتعاملت السيدة أم كلثوم مع فنها واحترامها في خدمة الوطن، في خدمة الوطن كله، الوطن العربي كله، محتاجين ان احنا نتعلم من الأساتذة الكبار. طيب هذا الموقف العبثي انا بسميه حوار عبثي غير طبيعي، خالد الصاوي طلع في برنامج تقريبا على السوشيال ميديا مع مذيع برضو من الناس